السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غنحضروا مع بعض كيش بالعجين المورق. اذا في المقادير كنحتاج هنايا بطاطا اللي قطعتها مكعبات و 250 غرام ديال الدجاج. اذا في مقلاه كنعمل الزيت يسخن وغنعمل فيه هاد البطاطا طيب، كنحاول نطيبوها نص طياب. اذا الان غنحتفظوا بها جانبا. في نفس الطنجره كنعمل الدجاج، كنضيف ليه القليل من الثوم المجفف والقليل من الكزبره وغنحتفظ به. اذا كناخذ العجين المورق كنعملو في شي صينيه كتدخل الفرن معمول، غنضيف فيها هذوك قطع الدجاج كنوزعهم عليها بالتساوي وغنضيف عليهم كذلك قطع ديال البطاطا. غنحتفظ بها جانبا. علينا نحضروا الكريمة. اذا بالنسبه للكريمة فكنحتاج لجوج بيضات، فلفل اللي تزيين، جبنة الفيتا، وهاد الشمند هو عبارة عن واحد القشطة طرية حامضة يعني ديال الطبخ. اذا كناخد اناء نضيف فيه هذيك القشطه الطريه وغنضيف كذلك البيض غنضيف القليل من البزار فلفل اسود قليل من الملح وغنضيف جبنه الفيتا قليل منها كذلك. كنفرتوها هكذا مزيان. اذا غندمج الخليط حتى نحصل على خليط سائل متجانس. وهذا الخليط هو اللي غنسكبو من الاعلى ديال الكيش. اذا وغنزين بالفلفل الملون وكذلك بقطع ديال جبن الفيتا وكندخله الفران لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة. وبالصحة والراحة.